صباح الخير على الجميع في فيديو جديد النهاردة. احنا دلوقتي في بداية شارع السلطان حسين، هنستعرض شارع السلطان حسين يا جماعة من اوله لاخره. احنا بنذيع الفيديو ده من قناة اروح فين منين، التومي مابس، معاكم احمد التومي. نبدأ الفيديو مع بعض. دي بداية شارع السلطان حسين من عند ساعة الزهور، أو من عند باب شارع يا جماعة. البنك المصري الخليجي على شمالنا أهو. وحدائق الشلالات على ايدينا اليمين. والونش شغالة اهو للناس اللي واقفة صف تاني. شارع السلطان حسين من الشوارع الحيوية برضه، اللي فيها بعض المنشآت وبعض فروع البنوك، يعني السي اي بي على ايدينا الشمال، مستشفى السلامة التخصصي على ايدينا الشمال برضه، سي ام اي على شمالنا، ام اس سي على شمالنا، ام اس سي اللي هو ده التوكيل الملاحي هيبقى برضه على ايدينا الشمال. والتقاطع اللي جاي ده يا جماعه تقاطع شارع البطالصه، شارع البطالصه جايب من شارع فؤاد او من عند الاستاد عموما لحد السلطان حسين. الميدان اللي جاي ده اسمه ميدان الخرطوم. هو ده يا جماعه، نفرجكم على الميدان. ميدان الخرطوم ده فيه المجمع الطبي، يعني بقى طب، كلية طب بشري وصيدلة وأسنان تعتبر برضو ايه داخل المجمع ده برضو. جامعة اسكندرية اهو، جامعة اسكندرية كلية الطب، وهتلاقيها بعديها على طول صيدلة، وقبليها من الشارع الجانبي أسنان. وده بيقولوا عليه ميدان الخرطوم. لو عايز شارع ابو قير تخش الشارع اللي في الوش ده مباشرة على ناصيته، وصيدلية هدى حامد سليم، وبنك ابو ظبي الاول مصر، وبعد كده بنك ناصر الاجتماعي اهو في وش مننا اهو على شمالنا. واحنا لسه بنلف مع المجمع الطبي. والمجمع الطبي ده في درويش سكان اهو على الشمال. المجمع الطبي ده يا جماعه ملحق بيه المستشفى الميري اللي هي المستشفى الجامعي، دي بتعالج بالمجان وبتستقبل حالات الطوارئ. مكتب بريد المسلة على ايدينا اليمين اهو، وعلى شمالنا في صيدلية رمضان دكتور احمد رمضان، شركة جرين اليانز للتطوير الزراعي على اليمين، ومقهى السلطان على اليمين اهو، ده لسه جديد، لسه فاتح جديد.
كافيه اسبانيول على الشمال، حلواني موكامبو على الشمال، بعديها سامسونج. انا بقول لكم برضو الحاجات اللي على الشمال على اساس ما فيش يمين. اليمين زي ما حضراتكم شايفين كده ايه، بنايات. وادي الشارع كله مفعم طبعا بايه، بالانشطه التجاريه الكتيره. الشارع اللي فات ده كان اسمه امين فكري، ينزلك على محطه الرمل. كشري على السخن على شمالنا، وابن الباشا برضه على شمالنا، تمام. والتقاطع اللي هنقطعه ده تقاطع شارع صفيه زغلول محطه الرمل. هنا بقى بينتشر بتوع الموبايلات. الشارع اللي جاي ده شارع شكور، ده اكبر شارع في اسكندريه فيه بتوع موبايلات. شارع صغير هو كده بس كله بتوع موبايلات، وزي ما حضراتكم شايفين اغلب المحلات على اليمين وعلى الشمال برضو ايه، انشطه الموبايلات مسيطره هنا شويه طبعا. وبتوع ده بانشطه كتيره بقى قوي غير الموبايلات، يعني هتلاقي بتوع ملابس واحذيه. مسرح اسكندرية على ايدينا الشمال، في شركة ناسكو للسياحة، وصيدلية اورفانيدس على اليمين. هنا بقى البنايات كسرة كلها الميت سنة، عاملة زي هنا وسط البلد اسكندرية يا جماعة، زي وسط البلد بتاعت القاهرة كده. الشارع اللي جاي ده شارع كنيسة الأقباط، ده اللي فيه الكاتدرائية هنا في الشارع ده. وعشان كده تلاقيهم قافلين اهو بالحديد، وعلى يمنا بتاع أحذية المختار حريمي ورجالي. لا ده النبي دانيال، واللي بعده كنيسة الأقباط، ولا كنيسة الأقباط الأول؟ اه ده النبي دانيال يا جماعة، ده النبي دانيال جايب من محطة مصر لحد الكورنيش، واللي بعده كنيسة الأقباط. هنا بقى الشارع بيقلب لايه، لملابس، لبدل بقى وقمصان وكاجوال وكلام من ده. وادي ده الشارع بتاع كنيسة الأقباط اللي فيه الكاتدرائية.
زي ما حضراتكم شايفين المحلات، هي الشمس عاكسه شويه، بس المحلات على اليمين وعلى الشمال اغلبها بدل رجالي. البنك الاهلي الكويتي مصر على ايدينا الشمال، شاكو على ايدينا اليمين بتاع ادوات منزليه. وكوزموس تورز على ايدينا الشمال. والاسلاميه للصرافه، يمكن شركه الصرافه الوحيده اللي فاتحه مثلا في اسكندريه ولا حاجه. طبعا هم المفروض قافلين الشارعين اللي ينزلوا على محطه الرمل، فشيل لي بقى العربيات اللي على اليمين وعلى الشمال بحيث يبقى الشارع فيه سيوله شويه، لان نص العربيات اللي ماشيه معانا دي او ثلاث ارباعها نازله يمين، يعني كان هينزل يا من النبي دانيال يا من كنيسة الأقباط أغلبهم يعني. فهي الركنات المفروض بقى طالما قفلت شارعين يبقى الشارع الرئيسي بقى اللي فيه العربيات ده يقف فيه وينش ولا حاجة ويفضي لي الدنيا. البنك المركزي اسكندريه على ايدينا الشمال اهو يا جماعه، باين المبنى الابيض ده وفي وشه جات بتاع السندوتشات. مصطفى جاد ده شكله عنده اهو على اليمين. وبكده يا جماعة احنا نبقى عملنا السلطان حسين من اوله لاخره، يعني من بدايته اهو، احنا دخلنا من بدايته من عند ساعة الظهور وباب شرق لحد ايه، لحد اخره اهو تقاطع شارع صلاح سالم. صلاح سالم ده ماسك من شارع فؤاد لحد ما يدخلك المنشية، تمام. نرجو ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. احنا كده الفيديو بتاعنا يعتبر خلص، خدنا السلطان حسين من اوله لاخره بشرح على قد ما نقدر المعالم اللي موجوده فيها يا جماعه. نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. هستاذنكم اللي عجبوا الفيديو يعمل اشتراك في القناه ويدوس لايك، اللي ما عجبوش الفيديو يقول لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، ونشوفكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامه.